عينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه الماضي مهما يقولوا عدى مستمر ما سابش حد فينا إلا وكتفه الو ها يا شريف ايه مالك مال صوتك طيب طب بقول لك ايه انت فين طب انا جايه لك خمس دقايق وروح معاك يا فندم مفيش حد موجود خالص يا فندم مفيش حد موجود يا فندم وشي. يا فندم الباشا قال ما حد يدخل يا فندم طب بالراحه ما تزقنيش
انا ما قدرتوش اروح عليكم، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتوش، انا ما قدرتوش هتتقلب اكتر، هتتقلب اكتر يا زين. ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ الحكايه القديمه اتكشفت وفتحت بقها على الاخر، وانا هروح في 60 ليله. حكايه ايه بس ما تفهمني يا ادم؟ حكايه مريم. مريم مين؟ مريم اللي انت عملت لها العمليه لما رحت اشتغلت عند ابويا. بعدين ايه اللي حصل؟ جوزها جالي وكان عايز يقتلني. وايش عرف جوزها بمكانك؟ ما اعرفش يا زاهر، ما اعرفش. وبعدين عملت ايه؟ قتلته. ايه؟ قتلته؟ مدام رحمة. انت؟ اعمل ايه؟ ما انت بقالك كتير ما بتسأليش، قلت اسأل انا. ولا انت فكرني مش عارف اوصل لك ولا ايه؟ انت مجنون؟ افرض حد شافك، اللي جابك؟ عايز فلوس. انت مش بعتش من اللي خدته؟ مش بعتش، واللي كان مصبرني عليك اختفى، ما قداميش غيرك. انت عملت مهمة واديتك ثمنها. انا عملت كل اللي انت طلبتيه مني على اكمل وجه، وما قصرتش في اي حاجة. قدري انت بقى. وانا ما قصرتش معاك. صح، بس سكوتي ده ملوش ثمن. سكوتك عن ايه؟ عن الاتفاق. الاتفاق اللي ما بيني وما بينك. ما لو حد شم خبري من الموضوع ده، سيادتك هتروحي في ابو نكلة. بتهددني يعني؟ الأستاذة هتعمل معاك اتفاق يا اسماعيل، تسمع كلامها كويس وتنفذه بالحرف الواحد. أنا تحت الأمر والطلب. لو آدم سألك على نمرة تانية طويه، هيجيبك عشان تشوفني وتشوف ناس تانية، قول له ما أعرفهمش. ماشي؟ ماشي يا أستاذة، بس يعني لا مؤاخذة، يعني هو الكلام ده ببلاش ولا إيه يا أستاذة؟ هتاخد اللي أنت عاوزه، بس ركز معاها كويس. لا يا مدام، الكلام ليه تمن، نركز. وعايزة منك حاجة تانية. وده برضو ليه تمن؟ أكيد طبعا، عايزك تجي لي النادي. طب وفريدي شافني معاكي؟ هيشوفني وهيسألك، هتقول له اللي هقول لك عليه وبس. طب ما هو كده احنا ممكن نكشف والسبوبة تضيع يعني لا مؤاخذة. يوه، ما قلت لك هتاخد اللي أنت عاوزه، بس ركز مع الأستاذة. لا 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 تمام، أنا بتكلم عشان خاطر الهاني. مالكش دعوة، اللي هقول لك عليه تعمله بس، واللي ليك عندي فلوسه بس. قلت لك ده كلب فلوس وهيقرفك. ده انا قلت خلصت منه وارتحت. وعملتي معاه ايه؟ هعمل ايه يعني؟ دفعت له فلوس. اهو كده عارف الطريق وهينط لك كل يوم والتاني. انا عارفه بقى، هي ليله غريبه من اولها. ليه؟ هو حصل حاجه تاني؟ سهر قتلت شريف. ايه؟ مش معقول. انا لسه جايه من القسم وعايزيني في النيابه. يوم غريب من اوله. طيب وانتي مالك؟ معتبريني شاهدة، مش بقولك يوم غريب من اوله. ده انا كنت جايه عشان حاجه تانية. خير؟ هشام بقاله فتره بيراقب بيت ادم القديم، والنهارده اختفى وملوش اي اثر. معقول يكون عملها؟ شريف جالك وهددك؟ طب ليه؟ هو ماله بالحكايه دي اصلا؟ شريف كل اللي يهمه ان انا اسيب سهر، وهددني لو ما عملتش كده هيبلغ عني. هو عارف الحكايه دي ازاي؟ انت قلت لسهر؟ قلت لها، بس سهر ما قالتلوش حاجه. شريف يا ادم عارف كل تفاصيل الحكايه، وعارف جوز مريم. الحاجات دي سهر ما تعرفهاش.
في اي حد عنده معلومات عن الحكايه دي تاني؟ رحمه، رحمه، ادم، ادم، ايه ده؟ هشام، هشام، ادم، هشام، ردوا بقى. الو الاسعاف؟ ايه سبب تواجدك في مكان الحادث؟ كان في مشكلة وكنت رايحة احلها. وايه علاقتك بالمجني عليه؟ اتكلم. اي سكوت بيأزم موقفك اكتر. ايه علاقتك بالمجني عليه؟ جوزك؟ ازاي وبياناته عندي بتقول انه متجوز؟ عرفي. وبعدين؟ مفيش، سيبنا بعض. حصلت بينكم اي مشاكل قبل كده؟ عادي زي اي اتنين. امال ليه ضربتيه بالسكينه؟ انا ما ضربتوش، انا روحت لقيته مرمي كده. كلام الشهود بيأكد إن كان في ما بينكم مشاكل. ما قدرتوش. وبصماتك اللي على السكينة؟ أنا لما أروح شفت هو بيقعد وخفت عليه، حاولت أشيلها. موظف الأمن بيقول إنك كنت داخلة له وأنت متعصبة جدا لدرجة إنك زقتيه ودخلتي غصب عنه. أنا فعلا كنت متعصبة لأن هو ما كانش راضي يخليني أدخل وأنا كنت عاوزة أدخل ضروري. أقدر أعرف كنت متعصبة ليه؟ كان في مشكلة ما بيننا. يعني في مشكلة بينكم؟ كنت عاوزة أقوله على حاجة مهمة. حاجة إيه؟ اتكلمي، قولي كل حاجة، ده في مصلحتك. طب اشربي مية. أنا كنت رايحة أقول له إنه عشان يعني في واحد كان عاوز يتجوزني وهو كان بيبوظ علاقتي بيه، فكنت عاوزاه يبعد عني. ولما ما رضيش اتخانقت وضربتيه بالسكين؟ انا ما ضربتوش، انا رحت لقيته كده. عايزه تقولي اي حاجه تاني؟ انا ما قتلتوش، والله ما قتلتوش. اكتب يلا. وقد قررنا نحن عمر عاصم وكيل نيابة 6 أكتوبر بحجز المتهمة 15 يوم على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الموعد. يا هانم، احنا قلنا كذا مرة بلاش قعدة السرير، لازم تمشي، لازم تتحركي، لازم تشمي هواء. يا دكتور أتحرك إزاي وأنا أقل مجهود بيخليني أنهج وجسمي كل حتة فيه بتوجعني بيبقى مكسر. صدقيني عارف، بس لازم نستحمل. وبعدين هوا الأوضة مكتوم وده يتعب صدري. احنا كنا بنروح النادي بس بقالها كام يوم مش عايزة تروح، بتقولك مش قادرة. لازم تغيروا جو في أي حتة. نروح فين بس؟ احنا ما نقدرش نبعد خالص الأيام دي. بلاش تروحوا حتة بعيدة، انزلوا في أوتيل، روح العين السخنة. والله فكرة، أهو نبقى قريبين وتقدري تطمني على آدم. هو رد عليك
مشغول عنده شغل دلوقتي هتلاقيه قدامك. خلاص لحد ما تسافروا غيروا جو في اي حته، ارجعوا روحوا النادي تاني. يلا يلا انا خليها اتغير ونخرج حالا دلوقتي. يلا يا منير. معلش تعبينك معانا يا دكتور. انا تحت امرك يا دكتور، تحت امرك في اي حاجه في اي وقت. طب عن اذنك، عن اذنك يا هاني. طب اشرب العصير. في يا دكتور. ربنا يخليك. السلام عليكم. سلام. مع السلامه. اشربوا احنا بقى. يلا بقى حبيبتي تشربي العصير وتطلعي تغيري عشان نروح النادي. المره اللي فاتت سبقتيني، انا مصمم المره دي اسبقك. عايزه مني ايه بالظبط؟ فهميني. عايزه اطهرك من الذنوب اللي انت عشتها. الذنوب؟ انت اله. انا لا اله ولا نبي، انا مجرد واحده بتحبك. نزف كتير قوي، لولا اننا لحقناه بنقل دم كان ممكن. هو احسن صح؟ اه دلوقتي احسن كتير. طب تقريبا كده يا دكتور ممكن يخرج امتى؟ لا يخرج ايه، لسه الشرطه تحقق معاه بس بعد ما حالته تتحسن. طيب ممكن اقعد معاه شويه؟ بس مش كتير عشان الكلام هيتعبه. لا حاضر حاضر، هطمن عليه شويه وهمشي. تمام بعد اذن حضرتك. اتفضل. هشام سامعني يا هشام؟ هو ادم اللي عمل فيك كده؟ طب عشان خاطري يا هشام لو سألوك ما تقولش هو، قول ما شفتوش، قول حرام، قول أي حاجة. رحمة مريم ما تقولش، هفهمك بعدين. استغربتش بس يمكن اتخضيت لما رجعت كل كلامها معايا. حسيت انها كانت تعرف كل حاجه اكيد، بس عرفت ازاي؟ مش يمكن سمعتك مره وانت في الكابوس؟ يمكن. طب تفتكر ما قالتلكش ليه؟ معرفش. مش جايز، مش عايزه تتعبك وتتحملك فوق طاقتك؟ يمكن. استاذ ادم، انت شاكك ان مراتك بتحبك؟
دلوقتي أنا متأكد إنها بتحبني. يعني ظلمتها؟ هي طول عمرها بتحاول توريني الصح، وأنا طول الوقت بدور هي بتخدني مع مين. طيب والرسائل اللي بتجيلك؟ لا، جوز مريم هو اللي كان عاوز يخرب بيتي، وهو اللي بعت البنت اللي بتطاردني، كان عايز يدمرني. عايز الحق، انت اللي دمرت حياتك. ايوه انا اللي دمرتها، انا غلطان. غلطان لما سبت مريم للموت لوحدها، وغلطان اني خليت رحمة تبعد عني، واخر غلطة عملتها في شغلي خلتني ابقى هربان من البوليس. انا استاهل، فعلا استاهل. لو عايز نصيحتي، سلم نفسك، سلم نفسك، وانا كطبيب هساعدك. رزق علي، الحمد لله على سلامتك يا ابني. طمني عنك، انت عملوا معاك ايه طيب؟ وخرجت امتى؟ بهدلوني، بهدلوني يا علي. انت خرجت ازاي يا ابني؟ فيش وكيل النيابه الله يبارك له، لا معلش حاجه خرجني. لما المعرض مقفول واقف تعمل ايه هنا؟ اديني بشقر، انا مش فاهم ايه كل اللي بيحصل ده. الباشا بتاعنا يعني عمر ما كانت سكته شمال. يلا هي غلطه وكلنا بندفع ثمنها. قول لي، مفيش اي اخبار عنه؟ لا حس ولا خبر. ريته ما هرب، لو ما كانش هرب ما كانش كل ده يحصل. القضيه اصلا كلها في شنك. طب ما تروح لمراته وتقول لها الكلام ده، وهي هتعرف توصل له، وساعتها يسلم نفسه واكيد هيخرجوه. مراته ايه يا علي؟ مراته ايه؟ اقطع دراعي لو ما كانتش مراته السبب في اللي بيحصل ده كله. مدام رحمه وعلاقه مدام رحمه بشغلنا. هتفضل طول عمرك غلبان يا علي. امسك امسك. ولا ولا طمنيني يا رحمه، ايه اللي حصل لهشام؟ اطمني بقى كويس. ايه ده؟ هو انت مش قلتيلي ان انت لقيتيه سايح في دمه في شقه ادم؟ اهو ربنا سترها. اهي جات لك بقى فرصتك عشان تخلصي من اللي اسمه ادم ده خالص. شش، ما تجيبيش السيره دي. ما اجيبش سيره ايه؟ في ايه يا رحمه؟ مالك؟ مش عايزه ادم يخش في الموضوع ده. ده انت حنيتي بقى. لا حنيت ولا اتنيلت، انا عارفه بعمل ايه. انت مش عارفه حاجه خالص. هتسيبي اللي قتلوا مريم عايشين كده؟ واحد ما تجيبش سيرته والتاني هتسيبيه يهرب؟ مين اللي ناوي يهرب؟ زاهر قطع تذاكر سفر وناوي يسيب البلد. انت متاكده؟ شفته بعناية الاثنين دول وهو خارج من السفاره، ولما سالت عليه في العياده قالوا لي العياده اجازه عشان الدكتور مسافر بره. نزلت شنطه يا ده؟ ايوه يا دكتور. وحاجات مالك كلها لما كيف؟ انا مش عارفه لسه اربعه دي بس يا دكتور. مفيش اربعه ولا حاجه، انت هتروح عند ولادك اول ما هنرجع من السفر هنكلمك على طول. هو في ايه يا دكتور؟ انا اول مره اشوفك بالشكل ده. مفيش حاجه، بس اتحرك على الطياره. روحي انت بس لبسي مالك. حاضر يا دكتور. خير في ايه؟ حاضر معانا. طب افهم في ايه؟ معايا امر بقبض عليك. اي انا؟ اتفضل.
فاكراني؟ انا سلمى، شفتك مع مدام رحمه كذا مره. انتي؟ انا عماله بشبه عليكي بقالي كتير لحد ما افتكرتك، استغربت ان احنا نتقابل هنا. يعني انتي بتعملي ايه هنا؟ هكون بعمل ايه؟ محبوسه؟ ايوه. يعني ليه؟ عملتي ايه؟ والله تهمه غريبه عليا قوي. تهمه ايه؟ ارهاب. ارهاب؟ ازاي يعني؟ مش فاهمه. عادي بقى، وانتي متهمينك في ايه؟ قتل. انتي قتلتي؟ أمال؟ مش عارف، كل اللي أعرفه إني واخدة 15 يوم، أكتر من كده ما أعرفش. أنا كمان حبسي عمال يتجدد، ومش عارفة هروح فين ولا آخرتها إيه. رحمة كانت بتكلمني كتير عنك، كانت بتقول ان احنا فينا حاجات كتير من بعض. هما متهمينك في قتل مين؟ الراجل الوحيد اللي حبيته في حياتي. أنا كمان هنا بسبب اللي حبيته. شفتي بقى؟ رحمة كانت شايفة حاجة إحنا مش شايفينها. أنت متهم بخيانة شرف مهنتك وإجراء عملية ضد القانون أودت بحياة المجني عليها مريم القاضي في عيادتك اللي في الدقي، هي أقوى لك مما هو منسوب لك. أنا خايفة قوي يا دكتور. ما تخافيش، انا عارفه ان في ناس كتير بتموت لما. بلاش الكلام ده بقى، خلينا متفائلين. امال دكتور زاهر، بقولك انت متهم بخيانه شرف مهنتك واجراء عمليه ضد القانون اودت بحياه المجني عليها مريم القاضي في عيادتك اللي في الدقي، هي اقوالك فيما هو منسوب لك. مين اللي بلغ؟ شفت آخرة اللي بيخون يا شريف؟ حسيت وقتها إن قلبي بيتخلع مني، ما قدرتش أشوفه وهو سايح في دم. كنت عايزة أشد السكينة وأضربها في صدري، ملحقتش. رحمة دخل واتهمتني من غير حتى ما تسألني. انت لسه بتحبيه رغم كل ده؟ الحب ده أسوأ حاجة ممكن تحصل للست، عامل زي الجن يسكن جسمها ويلازمها ويبقى بيعذبها وبيقطع في لحمها، بس ما يطلعش منها وانا بتطبل لبلدي. وزاهر؟ زاهر كان قشة اتعلقت بيها، مجرد حلاوة روح، زيه زي عمرو يعني.
بس عمري كان القشة اللي قسم الظهر ورمتني هنا. بس عارفة وانا بسمعك افتكرت ندى. ندى اللي استسلمت للعفريت لحد ما جاب أجلها. كلنا اتسحرنا باللي اسمه الحب ده بقى. تصبحي على خير. اهو ما بقاش فاضل غير اللي اسمه اسماعيل الدكش ده عشان نخلص منه، وبعدين نفضل اللي اسمه ادم. مالكيش دعوه بادم. اهلا وسهلا. ادم؟ حب بمرض وكل